اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنفس المدرسه بتاع امهاتنا والطعم الجميل واللطيف. هنعمل النهارده طاجن لسان العصفور باللحمه، ولكن المدرسه مختلفه شويه. هي نفس المكونات اللي بتستخدمها كل امهاتنا، لسان عصفور، لحمه مفرومه، بصل، ولكن طريقه الاعداد والتنفيذ هتكون مختلفه شويه. هنشوفها مع بعض في خلال التفاصيل ان شاء الله. نعمل الكفته مع توست، مع شرايح التوست، في تفاصيل كده طعم جديد هنقدمه لحضراتكم النهارده. معانا النهارده كمان البتنجان. انا بحترم البتنجان جدا بما فيه من قيمه غذائيه وعناصر غذائيه بيحتاجها الجسم على مراحل النمو كلها. هنعملها النهارده مع الفتوش، عروسه السفره. طبعا الفتوش من المطبخ الشامي او المطبخ اللبناني او السوري عموما دايما بيتميز بدبس الرمان والسماء، دول لازم اساسي في الفتوش. انما وجود البتنجان النهارده بشكل جديد دي الاضافه بتاعه الشيف المغازي، هنشوف نقدمها ازاي بما ان البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا. المشمش، واشوفك في المشمش النهارده مع بعض. هنعمله كرامبل حلو كده لطيف، فطيره ممكن ان احنا نقدمها لاولادنا في مذاكره الثانويه العامه، والطلبه ربنا يوفقهم ان شاء الله وندعي لهم بالتوفيق ان هي تكون موجوده ساعه الفطار او مثلا وجبه عشاء خفيفه فيها عناصر غذائيه، فيها حليب وفيها زبده وفيها قرفه وفيها جنزبيل وفيها طبعا كمان فليفر من الفانيليا، فالحاجه الحلوه ديت فيها الطعم اللي احنا عايزينه. هنقدمه لاولادنا النهارده بتبقى وجبه فطار الصبح او وجبه عشاء، حاجه خفيفه ولطيفه وزي الفل. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه وافكار بتكلفه ماليه قليله جدا، ونعمل اللي احنا نفسنا فيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ نشوفه بعد الفاصل او هتروحوا بعيد بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه هيمشي ازاي. دايما يسالوني هتبدا بايه الاول؟ هنبدا باول حاجه ممكن تاخد مننا وقت. عندنا لسان عصفور محتاج انه يتحمر بطريقه جديده النهارده، معانا لحمه مفرومه، معانا بصل وتوم، يعني هنبدا بطاجن لسان العصفور باللحمه ولكن بشكل جديد مختلف. معانا لسان عصفور وبصل وتوم ولحمه مفرومه، المقادير على الشاشه، ولسان العصفور باين ان هو يعني زي الفل، ومعانا كمان توست منقوع في شويه حليب وشويه زعتر والبصل والثوم، بهارتنا طبعا والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، ودي باختيارك انت، ممكن تحط كركم، تحط جنزبيل، تحط ممكن حبهان زي ما انت حابه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. حلو قوي. اول حاجه بنحط اللحمه المفرومه، الكميه بتاعتنا كده تشتريها من عند جزار ضاني او كندوز، نسبه الدهون تقريبا من 20 ل 30%. انت حباها دسمه شويه زياده، انت وصحه الاولاد بقى والجو اللي احنا عارفينه. في واحد يقول لك انا احب الدسم. حلو. معانا توست هنا، توست ده حاطينه فيه حليب منقوع كده، فكره عمل صوص الشركسيه. لما نيجي نعمل الشركسيه بننقع التوست ده في حليب ونحط معاه الكزبره والبصله والتومه وعين الجمل، ده بالنسبه للشركسيه. احنا مش هنحط الكلام ده هنا، احنا حاطينه في حليب كده بالشكل ده كده اهو، وهحط شويه الحليب عليهم. ما بقتش كفته دي يا شيف، ده بقى فيها كل حاجه. هو ده الكلام، هنخلط دول مع بعض. حلو تاني كده. خلي كده. كده زي الفل. ايه الفكرة يا عم الشيف؟ ان انا خدت اللحمة المفروم فرمته مع التوست. هشوف العجينة دلوقتي ونشوف اللحمة شكلها عامل ازاي. والله اذا كان محشي كوسة وبتنجان يفضل الخلطة طبعا تسبك الطماطم الاول مع البصلة والتومة، وبعدين نحشيها جوه البتنجان او جوه الكوسة حسب ما انت حابب يعني، ولكن يفضل طبعا التسبيكة على النار
بصله ناعمه كده، شايفين ازاي مع اللحمه المفرومه اهو. توم حلو قوي السؤال ده، جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي قال لك ينفع ننقع الحليب، ننقع التوست في ميه بدل الحليب؟ انا هنقف حليب علشان ببني الهرم الغذائي، بما ان هي كفته والاولاد بيحبوها فنستفيد بوجود الحليب مع التوست، هي دي الفكره. انما لو نقعناه لو حطيناه في ميه مش هيقول لا، ادي الفكره كلها. بابريكا، شويه كركم. شفت بقى الكفته مختلفه النهارده، الشكل والمضمون والتركيبه، ملح وفلفل. انا معايا التوست هنا اللي انا حاطه مع اللحمه المفرومه بمثابه حارس مرمى قوي جدا، العصب بتاعها من الاخر يعني مستحيل تفك منك، مستحيل تفرط منك. والفلفل، كل دي بهارات يا شيف، كل دي بهارات لطيفه وحلوه، وبهارات ما هيش مؤذيه يعني ما فيهاش شطه ولا حاجه. على فكره البهارات بتنشط الجهاز الهضمي. كل دول مع بعض وقلب كده الخليط ده كده. عملت انا كفته شكلها حلو اهيت، فيها التوست هو العصب بتاعها، فيها البهارات، فيها التوم، الشاك، واقلبها كويس. وبعد ما اقلبها اكورها كور كبيره، حلو يعني تقريبا قد حبايه التفاح. ونمسكها بقى نحمرها الاول تاخد الصدمه على عين البوتاجاز، وبعدين تخش الفرن على ما تستوي كور الكفته دي. يكون لسان العصفور بتاعنا الجميل، حمرناها في زبده، معلقه سمنه، بصله ناعمه، شويه بهارات، دلعنا لسان العصفور كده وياخد ثلاث ارباع سوا، وفي الاخر يشوف هنقدمه ازاي في طبق التقديم. شفت الكفته شكلها حلو ازاي؟ زي الفل. تمام، نجيب طبق كده زي الفل، نجيب طبق ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. زي ده كده، اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي. نعمل لنا بقى 20 30 واحده حسب عدد افراد الاسره. وعايزه تشتغلي فيها كده بتجيبي شويه ميه جنبك كده علشان الكفته ما تمسكش في ايدك، لان كلنا عارفين الكفته دلوقتي فيها توست. تمام، وانت بتعملي كفته بالصينيه بتكوري كفته ممكن ميه بصل او ميه عاديه. ايديا في الميه كده وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحدة برضو نفس القصة. دي كبيرة قوي يا شيف، ما فيها كل حاجة بقى. هنقدمها ازاي دلوقتي؟ هي دي المفاجأة. بالشكل ده كده. ممكن على اقول لك على حاجة حلوة بقى، بس بسرك بقى الموضوع ده. تعمليها أنت بقى في البيت، تجيبي جبنة موزاريلا مش مبشورة، في جبنة موزاريلا سليمة أو شيدر سليمة، تقطعها مكعبات قد مكعب السكر كده. حلو الكلام؟ وتحشيها جوه اللحمه دي، تبقى انت عملت حاجه جديده احسن مني. حلو الكلام؟ يفتحوا هما بقى جواها كده يلاقوا جواها ايه؟ جبنه موزاريلا او جبنه شيدر مبشوره. ده يعني تجويد او ده اضافه. بسيب لك انا دايما الصوره مفتوحه تعملي الحاجه احسن مني، لان انا هدفي انك انت تكوني شاطره في المطبخ واحسن مني. كلهم قد بعض بالشكل ده كده. معايا حل على النار او طاسه على النار او صينيه على النار بتسخن جامد، هنحط فيها دلوقتي زيت زيتون ونحمر الكفته دي بتاعتنا كده واحنا شغالين. اللي احنا عملناهم دول نحطهم في قلب الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زيت الزيتون. هنفتي والعلم موجود والابحاث العلميه، يبقى كل دكتور يقعد في بيته. اليوريك اسيد عموما علاجه شرب الميه بكثره واكل الخضروات الورقيه بكثره، وعندك الخيار والخس في مصر هنا العالم بيحسدنا عليه، ده اللي انصحك بيه. انما تحط ايه على اللحمه بقى والجو ده ماليش فيه. اللحمه ايه بالشكل ده كده؟ حاجه انت انا عارف ها؟ حبوا الشيف على طول لما يتكلم في الصراحه. هناخد الكفته دي زي ما هي. على فين يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن عندي 180، المفروض ان هي بتكمل سواها في الفرن. مش بتكمل سواها على عين البوتاجاز، ده الطبيعي، بس انا حطيتها على عين البوتاجاز كده تاخد صدمه ناريه. ونفتح الفرن كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. هناخدها زي ما هي كده وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه
خلي بالك شويه الزيت وشويه البهريز اللي نازلين منها دول هنحتاجهم مع لسان العصفور في قلب الفرن. بص عليها كده، يلا العب، هو ده. يلا تعالوا مع بعض نشتغل مع لسان العصفور. طاسة على النار بالشكل ده كده، ونبدا نحمر لسان العصفور بطريقه اللي هي مش معتاد بيها، يعني نحط بصلايه، نحط تومه بقى، وندلعه كده علشان ايه؟ نحضره للكفته دي كده. هو ده الكلام. عندك شوربه لحمه مسبقا، شوربه فراخ، ما فيش اي مشكله موجوده عندك، تستخدميها زي ما انت حابه. زيت اهو، معلقتين من الزيت، عليهم مكعبين من الزبده، معانا زبده هنا، اللهم صل على النبي. دي كفايه. حلو، ومعانا لسان العصفور، الكبسه السعودي. حاضر عينيا، وفرصه نوجه تحيه كبيره للشعب السعودي الشقيق. الكبسه السعودي بهاراتها الخمسه دي اهم حاجه، ودي عنوانها: اللومي اللي هو الليمون الجاف الاسود منه، القرفه اللي هي الدارسين الخشب دي لازم تكون موجوده، دي بهارات ما بتغيرش لون الشوربه ولكن بتدي طعم للشوربه. تاني يا شيف، دي بهارات ما بتغيرش لون الشوربه ولكن بتدي لها طعم فليفر عالي يعني. ومعانا كمان الهيل اللي هو الحبهان، ومعانا المسمار اللي هو القرنفل، وورق لورو، والفلفل الاسود بتاعنا الجميل، وده ايه؟ زي الفل. حابه تحط لها جنزبيل، في جنزبيل طازه وجنزبيل بودر، اختياري. طيب تمام. بعد كده بنسلق اللحم بتاعنا او الفراخ في قلب المرق ده كده، وبعد كده بنصف اللحم ونحط الرز مكان اللحم. عايزاها حمراء بتحط طماطم مبشوره، عايزاها بيضه بتحتفظ بلون الشوربه او لون المرق. وان شاء الله باذن الله تعالى تنتظروا مننا عمايل الكبسه خلال الاسبوع ده ان شاء الله. شايفين الرز لسان العصفور بيتحمر ازاي مع البصلايه الحلوه؟ نبدا نحط عليه البهارات وهو بيتحمر كده. البهارات بتاعتنا بقى ايه؟ شويه زعتر حلوين كده. حلو، يعني نبدا لسان العصفور ندلعه. حاضر عينيا، ونحط شويه بابريكا. دي بقى بتاعتك انت بقى، موضوع البهارات ديت. انا احب لسان العصفور ده متحوج يعني، من الاخر طاجي لسان العصفور كده بيتكلم مصري. عندك قرن فلفل حار، جوزك بيحب الحار، قطعيه في قلبه، مش هيقول لا يعني. بلاش تحط الشطه الناعمه، انا ما بحبش الشطه الناعمه في الاكل، احب لو الاكل عزاه سبايسي. معاك فلفل حار، في منه الاخضر وفي منه الاحمر، بنقطعه ونحطه في قلبي. خلونا احمر لسان العصفور، لانه طبعا التحمير ده بيتم من وقت للتاني كده مع التقليب، وعينينا عليه. والكفته بتاعتنا بتستوي في الفرن. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض للاكلات البسيطه السهله بتاعت امهاتنا، ولكن بفكر جديد وبتقديمه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال التقليب مستمر باستمرار كده علشان مفيش حباية تتحمر وحباية ما تتحمرش، ويبقى كل لون واحد كده زي ما ظاهر قدام حضراتكم. بدأ يتحمص، بدأت الزبدة شربت لسان العصفور، لسان العصفور شرب الزبدة قصدي. حلو، والبهارات بتاعتنا زي الفل. يكون عندك مية بتغلي على النار، عندك شوربة مش هتقول لأ بالشكل ده كده، ونساوي لسان العصفور. عايزاه بالطماطم حط طماطم، مش عايزاه بالطماطم ده اختياري. وممكن نحط جزر مبشور، هو ده هو ده. شايف الجو ده كده؟ الله الله الله، واسيبه يكمل سوا. والله على شويه لسان العصفور، انا بعشق الشعريه لما بتتحمر وتحط عليها الشوربه، اشم ريحه كده مستحيل تلاقيها في اي حاجه تانية غير تحمير الشعريه وعليها الشوربه او لسان العصفور بالطريقه دي كده. هعمل تركيه دلوقتي، ناخد بعضينا كده واساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، وناخد بعضينا ونفتح الفرن عشان في تركيه مطلوبه. ايه هي؟ هنشوف الكفته اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حلو قوي. هناخدها زي ما هي كده، كفته اهيت. بص عليها، بص على الحلاوه.
وناخد البهريز اللي نزل منها. شايفين الشكل الحلو ده كده اهو، البهريز ده ينزل كده على لسان العصفور اهو، البيون ده، الزبد ده اهو، ده خلاصة اللحمة مع التوابل مع البهارات، دي التركاية بقى اهو اهو، ينزل مع لسان العصفور يشربها اهو اهو. صفهم للآخر بقدر الإمكان، تجتهدي ونرجع كفتة تاني الفرن. ايه الأخبار؟ ايه ما فكتش يعني يا شفيق؟ تقول لي هتفك؟ طب نهزر ولا ايه؟ اهي بص عليها بعين جريئه اهو، شفت؟ وادي لسان العصفور اهو اهو، شفت البيون اللي نزل منها؟ البهريز اللي نزل منها راح فين؟ على لسان العصفور اهو. ونغطي لسان العصفور ده يا عم الشيف، يستوي كده ويبقى اخر دلع. حلو، لان احنا هناخد منه كميه اهو، ونغطيه. هنستاذن فريق العمل، مقادير عمل الكرامبل، مقادير الكرامبل على الشاشة بتقول ايه؟ بتقول مشمش خالي من النوى وما يكونش مستوي جامد، ومعانا زبدة طرية، ومعانا كمان قرفة ناعمة، وجنزبيل بودر او طازة، كل دي المقادير معانا زي الفل، وشوية طبعا السكر بتوعنا والدقيق بتاعنا موجود. حلو الكلام، وشويه بيكنج باودر، هي دي المقادير ببساطه خالص. هناخد الزبده نسيحها على النار، ولما تيجي تسيحي زبده هتستخدميها في كرامبل او في عجينه زي دي كده، يفضل وضع قليل من الحليب، وضع قليل من الحليب. علل ولماذا؟ علشان الزبده ما يتغيرش لونها ولا تتحرق. ناخد دي كفايه اهي، حطها كده على الحليب، عايز الزبده دي تسيح بالشكل ده كده زي الفل، واخلي دي هنا كده، ونجيب بقيه المكونات بطريقه سهله وبسيطه خالص. هناخد دول كده، اللهم صل على النبي، معانا الدقيق بتاعنا طبعا يكون منخول كده وبالشكل ده كده، حلو قوي، عينيا اهي خلص من هنا حبيب قلبي اهي، تمام. الزبده هي زي الفل، تسيح كده بس، انا عايزه توصل ده كده كويس قوي 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 زي الفل اهو، زي ما هي كده اهو، تنزل على الدقيق اهو، حليب وزبده ينزلوا على الدقيق اه، الله حلو تمام. معانا سكر، ده حلو ده على الماشي بسميه انا، عندك مشمش بقى في الثلاجه، جوزك مثلا لا الراجل بتاع المشمش عنده مشمش حلو، فقال لك اخد 3 4 كيلو ولاد، كدنا منه مره واثنين وثلاثه، عملنا عصير مره واثنين وثلاثه، عملنا مربى منه، فعندك شويه مشمش حلوين، فتعمليه بشكل جديد وتقدميه لاولادك بشكل جديد. معانا جنزبيل، جنزبيل بينشط الدورة الدموية في الأجزاء الدقيقة من الجسم، دي قرفة ناعمة، والقرفة مع الجنزبيل ثنائي متحد لمصلحة الإنسان. حلو، كل دول مع بعض نقلبهم مع بعض، رشة ملح صغيرة للأمانة، حلو اه، ونقلب دول كده اه. كرملة، سكر، زبده، دقيق، لو لاحظتوا هنا كميه الزبده زياده شويه، داخله على الغريبه، داخله على البسكويت اه، يتفرول كده، وعندنا المشمش المحترم ده كده، هنشوف هنتعامل معاه ازاي دلوقتي حالا اه. تدخل يدوي، ومعانا السبت الاكلات اللي احنا بنعملها كده من امهاتنا بطريقه جديده، علشان العروسه الجديده تقول لك والله مش بحب الملوخيه بالطش، طب ايه البديل للطش؟ مش بحب الفته بالثوم، ايه البديل للثوم؟ وهكذا، مش بحب لسان العصفور باللحمه المفرومه، ايه البديل زي النهارده كده اه، وهكذا. معانا يوم الاثنين طبعا بيكون الاكل ايه كمان؟ مصري وبيتكلم مصر، تلات انترناشونال، مطبخ العالمي، تخش المطابخ كلها واحنا قاعدين قدام الشاشه القناه الاولى، وبنتابع الاكلات العالميه من المطابخ العالميه. يوم الاربع سمك،
شفت العجينه الحلوه دي كده زي الفل. معانا المشمش تمام تمام زي الفل. بجيب الكسروله دي كده وكرامبل المشمش وانا ماشي كده واحده واحده. شفت انا عملت رشات رشه دي صغيره لان الخلطه دي هتنزل هتنزل الزبده في ارضيه الكسروله فتلاقي حارس مرمى قوي اللي هو شويه الدقيق اللي انا رشيتهم في الارضيه. وابدا احط الخلطه دي كده اهو. شفت الجو ده كده بقى هيعجبك الجو ده. العجينه دي هتتكرمل لما ندخلها الفرن دلوقتي والمشمش ده يسيح كده ويدوب بس الميه بتاعته والبهريز بتاعه هينزل يلاقي ايه دقيق وزبده وقرفه وجنزبيل بالشكل ده كده. وانا شغال اهو توزيعه دي واخد كمان طبقه كده. اكلت المشمش قبل كده بالشكل ده خالص وانا بقلبها كده. عارفين انا بعمل الحركه دي ليه؟ محدش سالني، كان نفسي حد يسالني والله ليه بعملها يا شفيق. لو قلت هديك الكسروله دي هديه. لا لا مش ركز انت كنت فين انت؟ ايوه يعني هي كده مكان النوى بحط العجينه. الله عليك صح 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 ايش شفت انا بعمل مكان النوايا بقلبها كده علشان احط الحشوه او العجينه اللي انا عاملها. تقوم حبيت المشمش تشرب بالتجلي هو ده. شفتي بنزلها كده كرمله المشمش بطريقه جديده. بيسالوني ينفع نعمل التفاح بالطريقه دي؟ ينفع نعمل الخوخ بالطريقه دي؟ الموز بالطريقه دي يعني مش تبقى مرغوبه قوي يعني. هي الفواكه اللي فيها الياف زي الخوخ زي التفاح زي المشمش البرقوق يلا عشان استاذ احمد زعلش وهكذا. كل العجينه دي تنزل كده بس بين المشمش وجماله لان المشمش ده فاكهه موليه يعني. يعني ايه موليه؟ يعني ما بيقعدش كتير ضيف. فاحنا عايزين نشوفه كده قدام عينينا. هنفتح الفرن نشيل الكفته لان لسان العصفور بيناديها عايز يقول لها كلمتين. هنطلعها دلوقتي وندخل دي مكانها ده الطبيعي. رشه قرفة على الوش يلا صلى على الحبيب وافتح الفرن قلبك يطيب. نشيل ده كده حاجه جديده وحاجه سهله. اللهم صل على النبي. مين؟ حاضر عيني. نطلع الاول الكفته عشان نبص عليها. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار يا حلاوه يا حلاوه؟ ده نزلت كمان بهريز. هناخد البهريز خلاها هنا ملي عينيك منها قبل ما احط عليها لسان العصفور. هندخل دي الفرن يلا. هتبص فين ولا فين وتجيب ايه ولا ايه؟ الفرن فيه الكرامبل المشمش واشوفك في المشمش في الفرن. وعندنا الكفته بتاعتنا اهي زي ما هي. اعمل ايه فيها؟ هنفتح كده لسان العصفور. معلش اعمل التركية دي قبل الفاصل استاذنوني معلش كده دي مهمه جدا على فكره ناخد البهريز ده كده تاني يلا كل ما تنزل نحطه على لسان العصفور نرجع تاني نرجعها تاني. خلينا نطلع فاصل صغير لان مهم جدا نرجع نشوف ازاي نعرف لسان العصفور على كفته معموله بتكنيك عالي وخبره طهويه. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. طبعا في الفاصل بستغل الفرصه خدت لسان العصفور جبت كسروله ازاز للتقديم بقى ما ينفعش اقدمها في الصينيه دي. وبعدين حطيت لسان العصفور ورصيت الكفته عليها ظهر على الشاشه قدام حضراتكم. قولوا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها بالشكل ده كده. شكلها كبير شويه انا عايز شكلها كده حلو تملى العين. كل واحد ياخد معلقتين لسان العصفور مع الكفته هي بتاعته بألف هنا وشفا. يعني الكسروله دي تكفي عدد افراد الاسره خمسه سته بألف هنا وشفا هياكلوا منها مع طبق السلطه اللي عامله دلوقتي الفتوش. ونحل بالكرامبل بتاعنا اللي في الفرن. انا بقطع شويه فلفل اخضر كده يعني ده اختياري حسب فلفل اخضر رومي فلفل احمر اللي موجود عندك كده. هنحطهم دلوقتي على الوش يدي شكل يعني برزنتيشن كده حلو. خلي بالك في شويه بهريز عندي هنا انا هحطهم في الاخر بس على وش الخضره الشكل ده كده الموضوع هنا اختلف شويه صح. معانا المخرج الشاطر يحب الالوان الحلوه دي كده ممكن تحطي فلفل احمر
بس انا عايز فلفل رومي كده عشان برضو ايه ما اخرجش من جو اكله امي، يعني تبقى ايه واخده الشكل ده كده. اه عند البهريز بتاعنا معانا مين يا فندم؟ طريقه ايه معلش الطريقه؟ حاضر. طب نشوف المقادير. شفت البهريز ده كده ينزل على الوش. دول مهمين جدا على فكره، فيهم كل الطعم. المقادير على الشاشه. لسان العصفور ده اساسي، بنحمره مع بعض، لازم نحمره بالطريقه اللي انا حمرتها دلوقتي، بصله وتومه في قلبيه والبهارات بتاعتنا، وفي الاخر يا عم الشيف بناخد الكفته بتاعتنا احطها في الفرن كده. مش هشيلها طالما اديتني وقت، جاي على بالي اعمل حاجه حلوه بصراحه. انت بتحب الحاجات الحلوه دي كده. حاضر. ايه المقادير تاني للست الكل اللي اتصلت من شويه؟ عايزه تعرف ازاي عملت الكفته اللطيفه الحلوه دي كده اهو، والمخرج الجميل اداني فرصه اجود واجرنش. لازم اللحمه المفرومه تحطيها في الكبه مع توست، اللي هي شرايح التوست بتاعتنا، بنشيل اطرافها يا ست الكل وننقعها في شويه حليب وندخلها مع الكفته بتاعتنا في قلب الخلاط. في الاخر كلهم بيختلطوا مع بعض بالشكل الحلو اللي حضراتكم شفتوه، ونحط عليها البهارات بتاعتنا وندخلها الفرن بعد ما بنكورها او بتحطيها على الصدمه الناريه بتاعه الفرن. القرن الفلفل ده عاجبني. الشغل ده حلو قوي. شفت المخرج لما ادانا وقت؟ اخبار الفرن ايه؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. هننزل دي تحت كده، اللهم صل على النبي، وناخد الكسروله الحلوه دي كده اهي بالشكل الحلو بتاعها. حاجه جديده. لو جينا للمكونات بس عشان نتكلم الصراحه، نفس المكونات اللي بتستخدمها كل الامهات في عمايل الطبق، اللي هو طاجن لسان العصفور باللحمه. ما جبتش حاجه جديده، لحمه مفرومه ولسان عصفور وبصل وتوم من الثلاجه، وعملته بشكل جديد وبطعم تاني خالص. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفتوش بتاعنا. نقفل الفرن. ايه الحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. ده الكرامبل المشمش. الله عليك مخرجنا، فرسان التلفزيون المصري، الصوره الحلوه من داخل الفرن مع المشمش تتحدث مع نفسها. حبيبي حبيبي قافل. يلا تعالوا مع بعض، عايز اعمل النهارده الفتوش بطريقتي. معانا خس وجرجير وبصل وطماطم، سماء، دبس الرمان، دول اساسي، هم دول العمود الفقري لعمل الفتوش. يعني ايه؟ يعني الفتوش من غير سماء ومن غير دبس الرمان ما يبقاش فتوش. من الاخر هناخد البتنجان بتاعنا ده كده الصغير اللي هو بيتعمل محشي، تقطع بالشكل ده كده، وهنتبله بشويه بهارات، فص ثوم حلو، شويه بهارات من الكمون والبابريكا والزعتر، وندخلهم في قلب الزيت يتحمروا. مش عايز اتحمريه في الزيت، دخلهم الفرن يتشوا حسب الرغبه. ان البتنجان بتاعنا ده يشارك في صحن الفتوش او في طبق الفتوش، دي حاجه جديده. دي مهمه جدا على فكره. تجيب البتنجان الطازه، بلاش اللي هو القديم عشان ما يبقاش مر، تلاقي قلب ابيض كده زي الشيف. شايف الجو ده كده؟ كمان واحده، كمان واحده، ومعانا عيش محمص طبعا في الاساس. اللهم صل على النبي. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف. هي النهارده تغيير، يعني انا عايز الفكره كلها اوصل لحضراتكم بمرحله المطبخ له دستور وله قاعده، يعني انك تقدر تغيري فيه زي ما انت عايزه. ادي البتنجان بتاعنا، ونحط عليهم شويه قرفه ناعمين، سنه جنزبيل ماشيه معانا في الطريق، مش هتقول لا، ده الطبيعي. فص ثوم حلو، شويه زعتر حلوين، كل ده مطلوب، وشويه بابريكا وشويه فلفل. كده انا طعمت البتنجان، والبتنجان كده كده فيه سوائل. واقلبهم كده، واقليه في قلب الزيت على ما يتحمر الزيت، اكون قطعت الخضار بشكل لطيف وحلو. الله. واقلبه جامد، يقوم التوابل تلتصق بالبتنجان، لانك لما بتضغطيه كده يا ست الكل البتنجان بيفرز سوائل، في ميه اصلا. البتنجان ده لو سبتيه شويه على جنب هينزل ميه. الجبنه اللي تحطها على المكرونه، هو في انواع جبنه كتير، ولكن يفضل طبعا الجبنه الشيدر او الموزاريلا. دي انواع الجبن اللي نحطها على المكرونه، دي اللي هي في متناول الجميع يعني. ولكن في جبنه كاشكاي طبعا، دي بتبقى سعرها غالي شويه. نعم ست الكل. والجبنه الرومي المبشوره الناعمه حسب الرغبه، ولكن اولادنا بيحبوا ايه ممكن نحطه. هناخد الخضار بتاعنا دلوقتي، عايزين نقطع شويه خضار حلوين كده بسكينه حاميه زي الفل.
مهم جدا. اللهم صل على النبي. الخضار بتاعنا بتاع الفتوش كالاتي: معانا جرجير، معانا خس وطماطم وخيار. الطريقه بتاعه تقطيع الخضار بتاع الفتوش وتنسيق الخضار دلاله على حبك للمطبخ واماره من امارات حبك للمطبخ، يعني بتحب المطبخ هتلاقي الخضار ده متقطع حلو زي الفل. نجيب السطور بتاعنا ده كده، معانا فلفل رومي، بحب اقطعه مكعبات صغيره لان الفتوش اصلا لازم يتقطع كله بشكل واحد. نجيب كسرولة، اللهم صل على النبي، ونحط فيها الخضار ده كده. عينيا وحياه عينيا، لا ما اقولكش عايزك اطلع لك بقى لسان العصفور هنا، نخليه هنا مكانه زي الفل. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. كل حاجه مستويه وزي الفل. معانا الكرنبل، هنطلعه فوق ياخد وشي كمان. ونشتغل في تقطيع الخضار. معانا بصل. بصل يتقطع شرايح كده لانه يخش عليه طبعا دبس الرمان. بصل كده بتاعنا. معانا خس. عينيا. تقطيع الخضار للفتوش غير الخضار اللي بنقطعه في طبق السلطه تاني، لازم يتقطع مكعبات. عشان كده بتلاقي الفتوش تقطيعها زي تقطيع الخبز بالظبط المتحمص اللي معانا ده كده. ده خس اهوت، ننزل بينا كده. نبص على البتنجان، البتنجان ده طلع ان هو قيمه غذائيه عاليه جدا. وبعدين موضوع البحث وموضوع ان انا اعرف ان قيمته الغذائيه عاليه ولا مش عاليه، مفيد ولا مش مفيد، اصبح سهل غير الاول. الاول كنا نستشير دكتور التغذيه يقول لي ايه فوائد الخضار اللي تنزل الكوليسترول، ايه فوائد الخضار اللي هو مفيد للضغط للسكر، الكلام ده بسيط. دلوقتي بمسك التليفون بتاعي واعمل بحث فوائد البتنجان ابو قلب ابيض. ده كده كفايه عليه قوي. زي الفل. ايه فوائده؟ هتلاقي فوائده لا تعد ولا تحصى. غالب الالياف، اكسده، مضادات اكسده، قيمه غذائيه عاليه جدا، في فوسفور وفي بوتاسيوم زيه زي الجمبري. الحديد اللي موجود فيه عشان الانيميا، بس احنا نستخدمه صح، يعني من ايه ما نأذيهوش، يعني زي البطاطس كده. البطاطس مفيده جدا، الالياف اللي موجوده فيها والنشويات والكربوهيدرات، وسبحان الله النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. ولكن احنا من الياف قلب الزيت كده احنا بنضر نفسنا بيها. انما ناكلها مشويه حلوه قوي، ناكلها مثلا بطاطا حاره بالكزبره تبقى حلوه قوي، ناكلها مسلوقه بوريه تبقى حلوه قوي، ناكلها مره مقليه في زيت نظيف مش هتقول لا عادي خالص. مش معناته ان احنا ضد البطاطس المقليه يعني. شيل دول مش عايزهم. معانا خيار، اهلا وسهلا. الفتوش هيتقدم ازاي ده بقى؟ هو ده الكلام. خيار بالشكل ده كده. وانا مش مع الخيار يتقشر، ضد تقشير الخيار في السلطه. ربنا خلق خضاره وجماله باللون اللي جوه واللي بره ده كده نستفيد بيه. الله. وبعدين تشتري الخيار اللي هو ناشف، بلاش الخيار اللي هي طريه عشان بتلاقي قلبها كله ميه. لا انا حابب السطور، قول لي اغيره والله العظيم. زي الفل. معانا جرجير. السطور مداري على التقطيع. طيب ماشي. جرجير اهو، شفت ده كل الخضره مع بعضينا زي الفل. تعالوا مع بعض بقى نقدم الطبق السلطه ده. التركية يا عم الشيف، البصلايه الحلوه اللي احنا شايفينها مع بعض دي، البصلايه ديت نعمل فيها ايه؟ بنحط عليها سماء. فين السماء؟ اهو السماء على البصله، وشويه الملح على البصله. دي الطريقه الصح، وشويه الكمون على البصله بما ان فيها بتنجان، عشان البتنجان برضو ممكن ايه مع مشاكل الكولون. وندعك البصله مع الكمون والسماء. ده حكايه كويس قوي كده.
شفت دي مهمة جدا. اه 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 لسه ما خلصتش. اه حلو قوي. ده الجديد زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي كده. هعمل ايه؟ بحطها في طبق. مهمة جدا على فكرة الخطوة دي. اه اللهم صل على النبي. ونشيل ده كده. ده بقى الشغل اللي هو ايه؟ المحترفين زي ما يقولوا. عايز تعمل الفتوش صح، حط عليه عصير الليمون على البصلية بالشكل ده كده، وحط عليها زيت الزيتون وتخليها في التلاجة. حط على البصلية عصير الليمون، حط على البصلية زيت الزيتون وخليها في التلاجة. والخضار متقطع. جوزك اتصل بيكي وقال لك انا جاي في الطريق، برضه قولي الطريق يبقى زحمه، بس اطمني ان هو طالع على السلم وقاعدين على السفره تتبلي السلطه دي. ده المطلوب. فص توم ني اللي بقوله ده مهم جدا على فكره، لانك لو تبلت السلطه دي وسبتيها الفتوش هيبقى شكلها مش لطيف على السفره. اه تومه نيه. اه يبقى انا حطيت ايه تاني؟ معلش دي مهم جدا على فكره. السر هنا تاني اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين، عصير ليمون، زيت زيتون، فص توم ني. معانا نعناع يابس فين وفين اهو، الحمد لله اهو زي الفل. اه عشان فيها توم مع البصلايه مع السماق. اه كل ده مع بعض. اه ودي الطبقين دول كده ونجيب طبق التقديم مع بعض. وعندنا البتنجان متحمر وعندنا الخبز متحمص. بس خلينا نبص على الفرن اخباره ايه. يا حلاوه هو ده كرامبل. كرامبل عينيا حالا يا فندم. بقى شغال في امان الله، ربنا ما يوريكوا الساعه دي والله العظيم. انت في المطبخ احسن مني وانا مبسوط، وبحب اخش المطبخ على فكره بعوض اللي انا فيه ده. ومحدش يقول لي بقى معانا وقت وانهي والله العظيم. اصعب حاجه الواحد يكون شغال يشيف وقتك خلص. ياه بزعل قوي قوي قوي. اهو شايفين الكرامبل، شوف ال 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 الزبديه المكرمله مع المشمش مع الجو الحلو ده كده. طبق التقديم للفتوش اللهم صل على النبي. اهو اهو ناخد الخضار بتاعنا ده كده. اهو اهو معانا الخس، معانا الطماطم، معانا الفلفل، كل ده مع بعضه. اهو اهو يا حلاوه. اهو فتوشه جديده. اهو شفت الجو ده كده. اهو معانا العيش متحمص، ده بيتعمل قبل التقديم مباشره قبل ما نقعد على السفره. العيش على جنب كده بالشكل ده كده عشان يبقى اختياري. المطاعم بتقلبه على الوش اهو، انت خليه قدمه كده اختياري. معانا البتنجان المتحمر بتاعنا زي الفل، بناخده هنا كده يا حلاوه. اهو ونمسك البتنجان ده يا عم الشيف. طبعا في التتبيله خلي بالك. اهو اول مره اشوف الطبق السلطه الفتوش ده يا عم الشيف. اهو عينيا والله حالا دلوقتي. اهو بس مش قبل ما اعمل التركايه دي. اه ونمسك الصوص بتاعنا او الدرسنج بتاع السلطه او الصلصه بتاعه الفتوش ونحطها على الوش كده. وقت التقديم مباشره. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين. التفاصيل الصغيره دي سر نجاح الاكله بتاعتك. عملنا لسان العصفور باللحمه بطريقه جديده، عملنا كرامبل المشمش بالقرفة والجنزبيل، عملنا الفتوش كمان النهاردة بطريقة جديدة. يعني مع بعض نقول رؤية فن إبداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.